أهلا من جديد أصدقائي المتابعين في كل مكان، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق وتمضي الإطلالات المختلفة دور كبير جدا في مواجهة الشباب بصورة عامة ومنظمات المجتمع المدني. دايما ما بنقول يمكن يا محمد إحنا ما مشحودين فعل على الخير. فعل الخير، إحنا جوبيننا على الخير وبنمضي فيه. كل سوداني سمح بخصاله، سمح بحبه للخير وسمح بتقديمه صحيح، للعون والمساعدة. نعم صحيح. يمكن دي بتتجلى الأفكار وبتتجلى الحياة الجميلة دي من خلال الإنسان لما تكون في نفرة ويكون في تقديم للخير، ومن خلال أيضا لما تكون في مبادرات طوعية، مبادرات خيرية، مبادرات اجتماعية بتخدم المجتمع السوداني على وجه الخصوص. يمكن كل الشباب والشابات وكل المجتمع السوداني في هذه الفترة بالتحديد يعني هدفه الأول والأخير وهمه هو الوطن العزيز، همه يقدم الوطن ويساعد أكيد الوطن بكل الحياة المتاحة. يمكن قبل شوية كانت الفقرة معنا عمر يمكن كان برضو واحد من النماذج المشرقة لشباب السودان. الآن معنا يمكن نكون سعيدين جدا داخل الاستوديو آلاء خوجلي، مدير منظمة نحن لهم الخيرية. صباح الخير. صباح النور، كيف أحوالك؟ سعيدين جدا الحمد بك لله. في صباح الشروق. وبداية عاوزين نعرف أكثر عن المنظمة نحن لهم الخيرية، أشوف فكرة المنظمة كتقدمة طبعا لحوارنا والأهداف منها. طيب، نحن منظماتنا أصلا تعليمية، هدفها إنه الأطفال اللي سابوا دراستهم لأي سبب كان، بسبب ظروف يعني مادية أو غيره، نحاول نرجعهم للدراسة ونهتم أو نتكفل بالأطفال ديل، نعمل مشاريع صغيرة لأهاليهم تكون مصدر دخل لهم. طيب، في مشاريع تم إنجازها في الفترة بتاعت التأسيس لحد ما تأسست؟ كان عندنا مشروع الباقير، مشينا كان منطقة الباقير، ولاية الجزيرة؟ ايه، والله ولاية نهر النيل. لا لا، الجزيرة. الجزيرة. فمشينا عملنا مسح ميداني، شفنا الأسر هناك، الأطفال اللي ما دخلوا الدراسة يعني في المدارس. بصراحة للأسف شيء لقينا كمية من الأطفال يعني ممكن يكونوا يعني دخلوا المدرسة لكن ما متعلمين التعليم المضبوط. عندنا مشروع ثاني اللي هو مبادرة أطفال القيادة، دي كانت في ميدان الاعتصام، وعندنا مشروع ثالث اسمه عافية. حاليا شغالين في تشابك مع منظمات عشان مشكلة الفيضان والسيول. يعني بدايتكم كانت في اعتصام القيادة ولا قبل كده؟ لا لا، قبل كده. ممكن كانت بسيطة نقطة يعني، ما كتير يعني. مبادرة شباب القيادة دي شنو فكرتها؟ شنو أطفال القيادة؟ كان عملنا خيمة سميناها مبادرة أطفال القيادة، كان الأطفال الموجودين في ميدان الاعتصام كلهم موجودين عندنا في الخيمة. جميل. اشتغلنا معاهم شغل بتاع تأهيل مناشط تعليم، لأنه الطفل طبعا يعني في الشارع فما عنده تقبل للمجتمع، فاشتغلنا معهم شغل التأهيل في الأول، حببناهم في الدراسة، واشتغلنا معهم مناشط موسيقى، مسرح، رسم. دي مبادرة أطفال القيادة. القيادة كلها كانت موجودة في ميدان الاعتصام واستمرينا بعد ميدان الاعتصام. كيف كان الاستمرار بعد الاعتصام بذات المشاريع؟ انتقلت لأماكن أو كنا عملنا لهم دار، دار دي كان سكن لهم، اشتغلنا فيها معاهم نفس الشغل اللي كنا شغالينه فيه بس بحسب مراحل تانية يعني أعلى من المراحل الأولى، لأنه طبعا في ميدان الاعتصام ممكن تكون عندك فرصة أكبر إنك أنت تشتغل مع الأطفال. فاشتغلنا معهم يعني هو شغل المناشط حقتهم نفس الحاجات، واشتغلنا معهم شغل التأهيل بنفس الطريقة والتعليم، بدينا ندرسهم. حاليا صراحة انقطعت لأنه في ظروف مادية، لكن إن شاء الله مستمرين. طيب، المشروع بتاع عافية ده هو شنو؟ يمكن من اسمه حاجة صحية؟ اي، مشروع علاجي اللي هو للأطفال أو لأسر الأطفال أو حتى لأي إنسان محتاج علاج أو أي حاجة لها علاقة بالصحة. طيب، انتوا نشاطاتكم كلها مركزة للأطفال فقط ولا ممكن تتوسعوا في حتات لأشخاص آخرين؟ نحن كبار، شباب؟ لا، نحن تركيزنا في الأطفال أكثر حاجة، لكن طبعا لما تكون في طوارئ زي كده زي مثلا التشابك تقوموا تتدخلوا في الموضوع. أي، لازم. جميل. أشرت لعدد من المشاريع، منها عافية، منها أطفال القيادة. عشان ما أنا أقوم ببعض مشاريع أطفال القيادة تكلمنا عن إنه وقف أسباب تمويلية، خلينا نتكلم عن فلسفة التمويل بصورة عامة في المنظمة. كيف بيكون التمويل؟ مسألة الدعومات برضو اللي بتجي، لأنه دي مشاريع كبيرة محتاجة لتمويل كبير عشان أنا أقدر أخطط وأعاين بعيد المستقبل. مشروع جميل زي مشروع أطفال الغيظ المفروض ما يجيب صراحة يعني. صراحة فعلا كلامك صحيح، المفروض ما يجيب، لكن ممكن تقول إحنا طرقنا كم باب أو كم جهة ما لقينا منها الدعم الكافي أو الحاجة اللي إحنا كنا متوقعينها من الناس، فبقى الموضوع ضغط علينا نحن بندفع اشتراكات جهد ذاتي او تبرعات من ناس ثانيين خيرين.
تمام. يمكن يا لا في نحن بالذات في هذه الايام بنشهد سيول الفيضانات، يمكن الحكومه اعلنت قبل ايام انه الصدام منطقه كوارث. فكره انه انتم كمنظمه او ك يعني كجهه خيريه تعملوا تشابك وتعملوا توأمه مع منظمات اخرى عشان تساعدوا مع بعض وتقوموا تساعدوا في موضوع الكوارث او السيول والفيضانات، تساعدوا في موضوع مثلا محو الاميه، تساعدوا في موضوع الصحه للجميع، عندكم الفكره انكم تشابكوا مع منظمات اخرى؟ لا نحن حاليا عاملين تشابك، التشابك ده ما يعني ما حيقف بس على الفيضان، يعني مستمر ان شاء الله لمشاريع ثانيه حسب الحوجه وحسب الموضوع اللي حيحصل. الله يكفي العوارض يعني. لكن حاليا احنا عاملين تشابك مع منظمه الملاذ الخيريه، منظمه اما وتاسيتي والرفقه الخيريه ومبادره نحن لها. فدي نحن المفروض نمشي لقريه الكواهله وقريه العوضاب دي في الريف الشمالي غالبا يوم الجمعه. فنحن قاعدين نحاول نوفر لهم كل الحاجات المتطلبات اللي هي، لانه صراحه حسب الحصر الاولي انه 150 بيت دمار كلي يعني، و 341 اسره مشرده. ايام الاعتصام شاركتوا انتم في عمل الجداريات وكان عندكم مشاركات ثانيه غير اطفال القياده؟ لانه انا شايف قبل شويه صوره على الهواء فيها نماذج مميزه. يلا معنا هي الصوره الان. يلا دي ده كان معرض للاطفال كنا بنعمل لهم اللي هو ده معرض ضمن المشروع اللي هو اي هو ضمن النشاطات اللي كنا بنشتغلها في المنظمه. فكنا بنعمل لهم معارض ومسارح. الصوره دي لما شيل الباقير دي برضه في الباقير دي في الباقير في الباقير تمام دي كلها الباقير تمام. ممكن لا يعني موضوع انه فكره انه تكون في منظمه بالنسبة للشباب في الفترة دي موضوع مهم جدا. أنا عايز أسألك سؤال، لكن عايز أعرف إنه أي منظمة تقام بتكون عندها مكانات بتجتمع فيه وبتكون عندها مكتب تنفيذي بأسسه له، أنتم بتجتمعوا وين؟ أو بالأحرى محلكم وين؟ إحراج شديد يعني. والله يعني بنختار مكان معين بنقعد فيه وبنجتمع. غالبا شغلنا يعني ما شرط يكون عندكم مكان دائم، ممكن في اي مكان في اي مكان المكان اللي بيكون مناسب لنا كلنا، لانه الشغل ده طوعي يعني ضاغط في انتفاع في ناس اصلا شغاله، فبنشوف اقرب مكان لنا كلنا بنقعد فيه. ولو وقفنا بالمناسبه انه لازم المبادره يكون عندها مقر والمنظمه يكون عندها مقر، ممكن ما نتقدم ولا نعمل ولا مشروع. هو فعلا كشباب كطاقات المفروض نتحرك اكثر يعني الحركه، لانه اصلا غالب تحركاتنا تكون برا يعني في الشارع او ميداني اكثر. نعم اكثر. الان فتره السيول والفيضانات تكلمت عن التشبيك مع اكثر من منظمه في مشروعات مختلفه وفي التفاعل. عاوز اجيب على تفاعلكم في نحن لهم الخيريه يعني او نحن لهم، خلينا نقول بصوره افضل. الانجز الان في مشروع من خلال مشروعات مختلفه من خلال مبادرات مختلفه في هذه الفتره الحرجه اللي نمر بها، والى اي مدى انتم راضين عنه وكيف حتتفاعلوا في الايام الجايه؟ هو انا شخصيا راضي عن 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 شغل منظمتنا وراضي عن شغل المنظمات الثانيه، يعني ما بقدر اقيم، لكن ممكن اقيم عن منظمتي. انا راضيه لانه يعني انا شفت كميه التعب وكميه الجهد الناس بذلوه في الموضوع ده، وعن نفسي شخصيا يعني اجتهادي في الموضوع. ممكن اقول هي الظروف يعني ما ساعدتنا، او انه يعني ممكن في حاجات كثير خذلتنا، لكن طالما انه نحن لسه يعني في امل انه احنا نقدر نستمر، او انه عندنا طاقات انه احنا ممكن نستمر بها، فانا راضيه كل الرضا. هل انجز الى الان شنو في تفاعلكم مع سيول الفيضانات تحديدا؟ حاليا نحن يا دوب بدينا التشابك. طيب المفروض نمشي يوم الجمعه. شنو شنو اللي بيدعمك؟ يعني احنا المفروض نوفر ادويه. المفروض نوفر او توفر جزء منها كبير 70%. انصال عقارب. في عيادات متحركه، في دكاتره ماشيين معنا في القافله دي. دي الحوجه طبعا في الفتره الجايه. ايوه. مشمعات دي ما توفرت. وناموسيات دي الحياه المفروض نوفرها. تمام. طبعا كنا المفروض نوفر شوالات، لكن اصلا النيل اصلا يعني غرق الحته فما في. يا لا اي مشروع في الدنيا دي ما بيتم الا من خلال التكاتف والتعاون مع بعض. كنت في المكتب التنفيذي كاشتراكات للاعضاء بتسيروا اموركم، لكن احنا من خلال الرساله الصباحيه والاستضافه الصباحيه دي وخواتيم حديثنا معك ترسل رساله بالنسبه للناس اللي حابه تشارك معاكم تنضم لكم. العمل هو عمل تكافلي، عمل وطني في المقام الاول، عايزين تساعدوا بهم من خلاله، عندكم مساعد وعندكم اجنده عايزين تنفذوها، يعني ما في حاجه دايرين تكسبوها. رسالتك شنو للناس اللي بيتابعونا الان من خلال ينضموا لمنظمه نحن لهم الخيريه؟
انا دايما يعني مؤمنه بحاجه معينه، انه اي انسان في الدنيا لازم يكون عنده حاجه يعني فتره او جزء من زمنه ممكن يخليه للشغل الطوعي عشان يحس بقيمته يعني في الحياه. فاي انسان يعني حاب انه ينضم لنا، احنا عندنا الاكونت بتاعنا في الفيس منظمه نحن لهم الخيريه بالعربي. ممكن بالعربي ممكن يعني يرسل لنا يتواصل معنا، وان شاء الله انا شخصيا برد عليه ان شاء الله. نحن اول حاجه انا وحسام بنقدم نفسنا نكون ان شاء الله اعضاء معكم، لانه الموضوع بتاع الفسيول وفضلات حسام يمكن موضوع مهم جدا، كلنا نتضافر ونمشي عشان ان شاء الله نساعد. اكيد انا شفت التليفون، احنا نطلع الفقره الجايه ونشكر له وحنضم الان عفوا عياني على الهواء وبعد الهواء ما بين الفاصل. شكرا جميلا على خويري مدير منظمه تحت لهم الخيريه، شكرا على هذا التفاعل، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لكم، شكرا شكرا جميلا، شكرا. نعم متواصلين.